في الذكرى الأولى لتعذيب أطفال درعا. ما أشبه اليوم بالبارحة، قد تختلف الصورة والزمان ولكن المكان والتفاصيل ذاتها. فهذه صورة لأحد أطفال درعا الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وهذه صورة لأطفال درعا اليوم وهم يحيون عاما على الذكرى. وخروج هؤلاء التلاميذ للتظاهر بالمناسبة في أحياء درعا ومدارسها يبدي اقتناع هؤلاء بعدالة ثورتهم رغم كل مآسي القمع. بدأت الحكاية بفتية كتبوا على جدران مدرستهم شعارات تطالب بالحرية متأثرين بثورتي مصر وتونس، ولكن سطوة النظام قابلتهم بالاعتقال والتعذيب واقتلاع أظافرهم الناعمة بحسب ناشطين. لم يدر النظام السوري عندها أنهم سيكونون الشرارة التي ستفجر الثورة السورية لتمتد إلى البلاد بكاملها. الحادثة هزت المجتمع السوري كما الدولي، ولم يعرها النظام السوري الانتباه اللازم. هم يدفعوني بشكل يعني كبير. الأسد لم يكن يدري أن هذا الضحك والاستهانة بآلام وكرامة مواطنيه سيفجران خلف أسوار البرلمان ثورة امتدت جذوتها إلى باقي المدن السورية. فشجاعتهم سمحت لأقرانهم بتحدي النظام من خلال مشاهدتهم بين المتظاهرين بجانب الكبار، وقد يدفعون أحياناً ثمن مشاركتهم، كما يقومون داخل المدارس برفع شعارات مناهضة للنظام سمعوها في الشوارع وعلى شاشات التلفزيون. وامتلأت صفحات الإنترنت بقصص وصور الأطفال الذين قتلوا سواء بقصف أو برصاص قناص أو تحت التعذيب. معاوية ويوسف وسامر وعيسى وعلاء وغيرهم براعم الثورة أعداء النظام. أطفال بعمر الورد اعتقلن كيف زخ رصاص على الناس العزل يا حيف. أطفال بعمر نوال عياض العربية كيف.